السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسر الكيلاني وهنكمل مع بعض الجزء الثاني من الدرس الثالث في يونت 3 للصف الخامس الابتدائي برعاية كتاب الباهر. عندي توماس بيكلم فارس. توماس من اسمه كده واضح انه مش مصري وبيرحب بفارس. هاي فارس، مرحبا فارس. Can you help me؟ ممكن تساعدني؟ طيب اساعدك في ايه؟ I am doing a school project، انا بعمل مشروع مدرسي. About Egyptian clothing، عن الملابس المصرية. الراجل ما عندوش فكرة عن الموضوع قوي فبيستفسر. طبعا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وزي ما بيقولوا أهل مكة أدرى بشعابها. Can you give me some information؟ ممكن تديني شوية معلومات. Hi Faris، can you help me؟ I am doing a school project about Egyptian clothing. Can you give me some information؟ فارس بيرد عليه بيقول له هاي توماس، مرحبا اهلا بك يا ولد توماس. يس، نعم، اوف كورس، بالطبع. وات دو يو وانت تو نو؟ عايز تعرف ايه يا ابني؟ وات دو يو وانت تو نو؟ توماس بيقول له ويل، حسنا، وات دو يو يوزوالي وير؟ ايه اللبس اللي عاده بتلبسوه بشكل مستمر؟ ويل، وات دو يو يوزوالي وير؟ ماذا ترتدي عاده؟ قال له I live in سوهاج. طبعا سوهاج في صعيد مصر وجوها حر شوية. And it's usually very hot here. وعادة ما بيكون الجو حر جدا هنا. Today، النهاردة، I am wearing shorts. أنا لابس شورت and a t-shirt. تمام. I live in سوهاج and it's usually very hot here. Today I am wearing، هنا present continuous، زمن المضارع المستمر. ولابس ايه؟ لابس شورتس اند ا تي شيرت. فالاستاذ توماس بيقول له cool، رائع. Can you tell me about some traditional Egyptian clothes؟ ممكن بقى تكلمني عن الملابس المصريه التقليديه؟ Can you tell me about some traditional Egyptian clothes؟ كل بلد ليها ملابس تقليديه مشهوره بيها وتناسب البيئه اللي عايشين فيها. Oh sure، بالتأكيد. Well، حسنا. Many men، الكثير من الرجال. Wear the جلابية، بيلبسوا الجلابية. This is the long white robe، هو عبارة عن ثوب أبيض طويل. That is very popular، وهو محبوب جدا، حاجة شعبية المعروفة في مصر والمريحة جدا في لبسها، الجلابية. Well many men wear the galabeya. This is the long white robe that is very popular. طبعا هو اختار اللون الابيض لان اللون الابيض بيناسب البيئات الحارة لانه بيعكس اشعة الشمس. Yes I have seen it. I have seen it. انا شفتها قبل كده. It looks really cool. It looks really cool to wear. تبدو رائعا حقا في الارتداء. تمام، رائعة في ارتدائها. Yes I have seen it. ده هنا ده مضارع تام بيستعمل have والتصريف الثالث من فعل see. It looks really cool to wear. فارس بيقول له yes it's cool because it made from cotton. ايوه هي رائعة علشان مصنوعة من القطن. انت طبعا عارف ان القطن بيمتص الحرارة والعرق فبيخليك مرتاح في لبسها. It's usually white، هي عادة ما بيكون لونها أبيض. But you can get other colors too، لكن ممكن تغير وتختار اللون اللي انت عايزه وتختار ألوان تانية، مش لازم تلبس الأبيض يعني. The sleeves are long، دايما الأكمام بتكون طويلة واسعة. تمام، so we don't get sunburned. ده السبب الرئيسي في طول الأكمام دي، انها بتخلي جسمك ما يتعرضش لحروق الشمس. Are there pockets؟ هل فيها جيوب؟ Yes، أيوة. But they are hidden، لكن هي مخفية. You can't see them، ما تقدرش تشوف الجيوب بتاعتها. تمام؟ Yes، but they are hidden. You can't see them from the outside، ما تقدرش تشوفهم من الخارج، من بره. Do you wear galabeyas when you are celebrating a special festival؟ هل ترتدون؟ هو هنا كان بيسأل عن الجمع، عن المصريين بصفة عامة. هل بتلبسوا الجلاليب دي لما بيكون في احتفال بمهرجان خاص؟ الويدو، ايوه بنعمل كده. And the clothes we wear، والملابس اللي احنا بنلبسها for Eid، في يوم العيد. For example، على سبيل المثال.
are very beautiful بتكون جميلة جدا. They can be colorful ممكن تكون ملابس ملونة. Sometimes أحيانا there are beautiful patterns on them بيكون عليها نقوش جميلة تمام موجودة عليها. قال له thanks شكرا ليك يا فارس. That's really useful. Thanks فارس, that's really useful. هنا بيقول لك read and role play البنوتة اللبسة مخطط دي بتقول I have got a striped dress. أنا عندي زي ما انتم شايفين فستان مقلم. I love it. أنا بحبه. I wear it to celebrate شم النسيم. أنا بلبسه علشان أحتفل بشم النسيم. التانية بتقول My favorite thing is my sweater. أفضل حاجة عندي هي السترة دي. حاجة كده عاملة زي البلوفر. It's blue. هي لونها أزرق. It's blue. And it has a pocket. وفيها جيب. I wear it when I travel. وأنا بلبسها لما أكون مسافرة. تمام؟ الجزء الخاص بالجرامر في الدرس ده هنا بيتكلم عن infinitive of purpose وهو ازاي انا بستعمل المصدر في التعبير عن الغرض او السبب. وقلنا قبل كده يعني الموضوع مش جديد ودايما بنشرحه في كل درس. بيقولك احنا بنستعمل to والمصدر علشان نبين الغرض وليه احنا عملنا القصة دي. زي كده because بس قلنا قبل كده ان because يجي بعدها جملة لكن to بيجي بعدها الفعل في المصدر. تمام. We use to plus infinitive to express purpose and to say why someone does something. جيب لك example. Why did she go to town? Why did she go to town? قال لي she went to town هي راحت المدينة to buy a dress. يبقى سألنا عن سبب ذهابها للمدينة. وضحنا السبب باستعمال to والمصدر to buy. Why did you go to the hall? أنت رحت الصالة ليه؟ I went to the hall to get my coat. علشان أحضر المعطف بتاعي. يبقى to والمصدر توضح السبب. الـ past simple tense. طبعا الناس اللي معايا وكانت معايا في الأجازة أو اتفرجت على اليوتيوب أو الفيسبوك طبعا زهقوا من قصة الماضي البسيط لأن احنا حكينا فيه كتير جدا السنة دي والسنة اللي فاتت. لكن مفيش مانع من المراجعة. تمام. التكوين قلنا بيتكون من التصريف الثاني بإضافة دي لو كان الفعل منتهي بإي وبإضافة إي دي لأفعال أخرى. ولو الفعل منتهي بواي مسبوك بحرف ساكن بنقلب الواي لآي وبنضيف الإي دي. الأفعال الشاذة بيبقى ليها حفظ لوحدها وما بتتبعش هذه القاعدة. play ده فعل منتظم بضيف له إي دي played في الماضي. go الماضي منها. went ده فعل غير منتظم. طب ليه انا بستعمل الماضي البسيط اليوسج؟ قال لي والله انا بستعمله علشان اقول ان دي حاجه حصلت في الماضي وانتهت. He traveled to Aswan last year. هو سافر اسوان السنه اللي فاتت. خلاص سافر وخلص الراجل. بعدين مايار ميد ا كيك تو دايز اجو. مايار عملت كيكه من يومين فاتوا. الكي ووردز الكلمات الداله عليه اللي لما تشوفه في الجمله تعرف ان دي بتتكلم في الماضي. yesterday امبارح اللي هو الامس. ago منذ ودي بيجي قبلها الفتره الزمنيه. او two days ago من يومين فاتوا. يبقى اذا ago بيجي قبلها الفتره الزمنيه. هننزل تحتها على طول ونبقى نكمل last. خلاص علشان last بيجي بعدها الفتره الزمنيه هي عكس ago. او last week الاسبوع اللي فات. last month الشهر اللي فات. last year السنه اللي فاتت. يبقى ago يجي قبلها الفتره الزمنيه ولاست يجي بعدها الفترة الزمنية. in the past في الماضي. in أو التاريخ يعني أجيب in والتاريخ. in 2002 سنة 2002 وهكذا. يبقى yesterday ago in the past in last من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط. تكوينه بيكون إزاي في النيجاتيف؟ بجيب didn't والفعل في المصدر. I didn't play. لازم أرجع الفعل للمصدر لما أستعمل didn't. يعني أنا لم أقم بهذا الفعل. I didn't play. يعني أنا ما لعبتش football yesterday. كرة قدم امبارح. She didn't go to the zoo last week. هي ما راحتش حديقة الحيوان الأسبوع اللي فات. إزاي أسأل بقى؟ بسأل ب did والفاعل وبعدين الفاعل في المصدر. ده السؤال بهل. Did you see? هل رأيت؟ يبقى did هنا أصبحت معناها هل فعلت.
وبغير كلمة فعلت على حسب معنى الفعل اللي هيجي بعد الفاعل. Did you see؟ هل رأيت؟ Did you run؟ هل جريت؟ Did you walk؟ هل مشيت؟ Did you study؟ هل ذكرت؟ Did you play؟ هل لعبت؟ خلاص وضحت. Did you see your friends yesterday؟ هل شفت أصحابك امبارح؟ والله لو شفتهم هتقولي yes I did، لأني سألت بديد بجاوب بديد yes I did. ما شفتهمش ولا شفت سحنة حد فيهم يبقى no I didn't. No I didn't. عايز أعمل سؤال بأداة الاستفهام نفس الفورمة اللي فوق، بس هتضيف لها الكويستشن وورد اللي هي أداة الاستفهام، ده اللي بنقول عليه الـ WH question. ليه بنسميه كده؟ علشان معظم أدوات الاستفهام بتبدأ بحرفين الـ WH. Why did you go؟ زي ما أنت شايف did you go؟ ضفت لها why، لماذا؟ Why did you go؟ ليه رحت هناك؟ To your bedroom، رحت أوضة النوم ليه؟ يعني هيكون هيلعب كورة يعني أكيد هينام. I went to my bedroom to sleep. I went to my bedroom to sleep. Choose بقى، اختار. I went to the library، أنا رحت المكتبة. A book، علشان أعمل إيه؟ يبقى هجيب الفعل في المصدر تمام باستعمال to، يبقى to borrow. To borrow a book، علشان أشتري كتاب. NG used a pen، NG استعملت قلم علشان ايه؟ her essay، her essay يعني المقال بتاعها، يبقى to write. عشان اوضح السبب لازم to الفعل في المصدر. He bought a new suitcase، هو اشترى شنطة جديدة. On holiday، في الاجازة تمام. To take on holiday، علشان ياخدها معاه في الاجازة. Malak wears her sunglasses to protect her eyes، علشان تحمي عينيها. بسمة went to the club to play، وجاب لك to في السؤال يبقى هتختار play، بس to play tennis، علشان تلعب تنس. عمر played tennis، طب played ماضي ed يبقى yesterday. I went to the shop some bread، يبقى to buy، علشان اشتري، الفعل في المصدر باستعمال to. I didn't، نفيت ب didn't، يبقى ما تنساش الفعل لازم يكون في الانفينيتيف في المصدر. I didn't buy a racket last week، انا ما اشتريتش مضرب الاسبوع اللي فات. You meet your friends yesterday، يبقى هسأل هل انت قابلت صاحبك؟ Did you، خلي بالك لما بتكلم اقول did لازم اعمل كده، بتاخد صوت الجاي بعدها حرف اليو في كلمة يو، فبقول did you، did you. ولو مش مصدقني اسأل حد في الصوتيات. Did you meet your friends yesterday؟ حازم بيقولك study ولا studying ولا studied hard to get good grades، علشان يحصل على درجات عالية، ذاكر بجد، يبقى حازم studied. كده أنا خلصت لك الدرس الثالث. تحياتي ليك ياسر الكيلاني، وتحيات كتاب الباهر لكل المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.